الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 32 بعد 100، الدرس الثاني في الإحصاء الوصفي Descriptive Statistics تحت عنوان مقاييس التشتت، الجزء الأول التباين والإنحراف المعياري Measures of Dispersion, Variance and Standard Deviation Part 1. وعلى بركة الله نبدأ. مقاييس التشتت Measures of Dispersion. قدمنا في مقطع سابق درسا مفصلا عن مقاييس النزعة المركزية Measures of Central Tendency، كان أهمها الوسط Mean or Average، والوسيط Median، والمنوال Mode. ونظرا لارتباط مقاييس النزعة المركزية مع مقاييس التشتت، فمن الأهمية بمكان أن نستعرض شيء من التفاصيل مقاييس التشتت مع الأمثلة والتطبيقات المناسبة لها. عند النظر إلى مجموعة من البيانات الرقمية Numerical Data، تظهر الاختلافات بين الأرقام من حيث مقدار أو حجم Magnitude أي منها، أو من حيث الإشارة التي تحملها سالبة أو موجبة. فمن طبيعة البيانات أن تتغاير صعودا وهبوطا، ومن أجل معرفة حجم واتجاه التغاير في المشاهدات نلجأ إلى استخدام ما يطلق عليه مقاييس التشتت، التي تسمى في بعض الأحيان مقاييس التغاير Variation. وسوف يقتصر حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا المقطع على أهمها، وهو التباين، ومنه نشتق الانحراف المعياري. التباين. في المقطع الذي أتينا فيه على مقاييس النزعة المركزية، عرفنا العزم الثاني Second Moment للمتغير X على سبيل المثال كما يأتي. عندي الآن مجموع مربعات المتغير X، يعني المجموع من I تساوي 1 إلى N، حيث N حجم العينة أو عدد المفردات في هذه الحالة، طبعا حجم العينة أو المجتمع الإحصائي، مجموع لـ XI. X الآن هو المتغير الذي نجمعه، I بتربج لي إلى ترتيب المفردة التي شاهدها المعاين أو شاهدناها، وتربيع مقسم على حجم المجتمع الإحصائي أو العينة، وتساوي X الأولى تربيع زائد X الثانية تربيع زائد حتى X نون تربيع مقسم على نون حجم العينة أو المجتمع الإحصائي. هذا الآن مجموع مربعات المشاهدات المتغير X وحجم العينة N اللي هو أو عدد المفردات. على سبيل المثال، لو افترضنا وجود المشاهدات التالية عن أوزان 5 أشخاص بالكيلوغرام، عندي 5 أشخاص أوزانهم كما يلي: 60 كيلوغرام، 75 كيلوغرام، 50 كيلوغرام، 65 كيلوغرام، وأخيرا 80 كيلوغرام. فإن العزم الأول First Moment هو متوسط هذه الأوزان، أي X bar اللي هو متوسط الأوزان يساوي مجموع من I تساوي 1 إلى نون. نون طبعا بالحالة هي 5 1 2 3 4 5 مشاهدات، إما بكون هذا هو المجتمع الإحصائي أو عينة عشوائية، لكن الآن هو مجتمع إحصائي، يعني ننظر له كمجتمع إحصائي. فهو X bar تساوي مجموع المفردات XI مقسم على عدد المفردات تساوي 60 زائد 75 زائد 50 زائد 65 زائد 80، الكل مقسم على 5 ويساوي 66. وعادة نقول ميو، إذا كان الآن هذا هو يعني الآن مجتمع إحصائي، فبنرمز للمتوسط بالرمز الجريكي ميو. أما إذا كانت عينة فبنستخدم المصطلح X وعليها شحطة من فوق تسمى X bar المتوسط الحسابي، هون ميو المتوسط للمجتمع كله. الآن هذا الوسط أو المتوسط ميو أور إكس بار، أو الآن الوسط أو المتوسط ميو أور إكس بار. نكمل عن التباين. أما العزم الثاني فهو M sub 2 تساوي مجموع، يعني حاصل مجموع مربعات كل مفردة على حدة مقسم على عدد المفردات، وتساوي في الحالة هي 60 تربيع زائد 75 تربيع، أخذنا المفردات ربعنا كل واحد منها، 60 تربيع زائد 75 تربيع زائد 50 تربيع زائد 65 تربيع، وأخيرا زائد 80 تربيع قسمناها على 5 تساوي 22350، مقسم على 5 بتساوي الآن متوسط المربعات هذه اللي هو العزم الثاني يساوي 4470. هذا العزم الثاني اللي هو مجموع مربعات
المشاهدات المتغير X وهذا حجم العينة N. هذا الآن هو النتيجة. يعرف التباين بأنه العزم الثاني حول الوسط الحسابي، العزم الثاني حول الوسط الحسابي أي أنه متوسط مجموع مربعات انحراف قيم المشاهدات XI عن وسطها الحسابي لكن مربعها أو ميو، يعني عن وسط حسابي X بار أو ميو، يكتب رياضيا كما يأتي. سيجما سكوير اللي هو إذا كان كنا نتحدث الآن عن مجتمع إحصائي فيرمز للتباين بالحرف الجريكي سيجما مربع سيجما سكوير تساوي حاصل مجموع من أول مشاهدة وحتى نهاية مشاهدة للفرق بين كل مشاهدة ومتوسطها لكن من ربع هذا الفرق مقسمه الآن على النون. هذا تباين متغير XI إذا كانت هذه الصيغة نستخدمها إذا كانت البيانات تمثل كافة مفردات المجتمع الإحصائي. نكمل. أما إذا كانت البيانات مسحوبة من عينة عشوائية فإن الصيغة تصبح كما يلي السكوير دلالة على أنه يعني لا نتحدث عن المجتمع الإحصائي إنما نتحدث عن عينة عشوائية فتصبح السكوير تساوي حاصل مجموع انحراف القيم كل قيمة عن متوسط الحساب لها لكن من ربع هذا الفرق نقسمه على نون ناقص واحد. ناقص واحد السبب يعود إلى مفهوم درجات الحرية وإن شاء الله الذي سأشرحه فيما هو قادم من مقاطع إن شاء الله. فمن قسمه عنون ناقص واحد اللي هو حجم العينة مطروح منها واحد أي استنفلنا الآن يعني معنى آخر أنه عندما ثبتنا قيمة الوسط الحسابي هنا استنفدنا إحدى المشاهدات لأنها أصبحت ثابت وبالتالي منقسم على حجم العينة مطروح منها واحد صحيح. تباين متغير عشوائي تسمى الكمية هاي الآن حاصل مجموع XI ناقص X بار الكل تربيع التغاير الكلي Total Variation المتغير XI. يمكننا فك الأقواس لأي صيغة وتسهيل حسابها على النحو التالي. الآن سيجما سكوير اللي هي ذكرناها قبل قليل تساوي حاصل مجموع من المشاهدة الأولى لآخر مشاهدة للفرق بين المشاهدة مطروح منها من الآن متوسطها تربيع على نون وتساوي إذا دخلنا الآن فكينا القوس تصبح هذه مربعة فصيلة عندي X sub I تربيع ناقص 2 XI في ميو 2 XI في ميو أو 2 ناقص 2 ميو XI نفس الإشي زائد الآن هاي تربع بصير عندي زائد ميو I تربيع وهي الآن زائد ميو I تربيع وتساوي إذا دخلنا ما يسمى بمشغل الجمع اللي هو السوميشن أوبريتر هذا فتصبح كما يلي الآن المجموع مجموع المربعات المربعات مشاهدات ناقص لأنها هاي ثابتة وهذه ثابتة فبتخرج خارج المشغل الجمع اللي هو سوميشن أوبريتر فهاي ما بيشتغل إلا على المتغير بالحالة هاي فطبعا عندي مجموع XI from I to 1 لN ل XI زائد الآن كم مرة جمعنا ميو تربيع نون مرة وبالتالي زائد نون في ميو I تربيع الكل طبعا مقسم على 2 هذا تباين متغير ولأن ميو تساوي مجموع XI على نون فإن لو ضرب ضرب تبادل بيصير عندي الآن مجموع XI from I equal 1 to N تساوي N في ميو بناء على ذلك يكون التباين كما يلي سيجما سكوير تساوي مجموع مربعات المتغير مطروح من هذا المجموع 2 N ميو I زائد N ميو I على N وتساوي بالحالة هاي مجموع المربعات للمتغير مقسم على N ناقص مربع المتوسط هاي الآن اللي هي الصيغة السريعة أو الصيغة المختصرة لحساب التباين لنأخذ مثال أي أن التباين الآن هو الفرق بين العزم الثاني M2 M2 طبعا ومربع متوسط المجتمع اللي هو مربع العزم الأول يعني بمعنى آخر الآن سيجما سكوير تساوي العزم الثاني ناقص مربع متوسط المجتمع وتساوي سيجما عفوا M2 العزم الثاني ناقص العزم الأول مربع تربيع هذه الصيغة السريعة طبعا على سبيل المثال دعنا نفترض أن المشاهدات الآتية
عندي الآن أربع مشاهدات، 1 5 13 17، تمثل، لنفترض أنها تمثل كافة مفردات المجتمع الإحصائي، وحيث أن متوسط هذه القيم هو الآن لو جمعناها 1 زائد 5 زائد 13 زائد 17 تساوي 36 مقسم على نون اللي هي 4 تساوي 9، إذن المتوسط تساوي 9 لهذه المشاهدات، فإن قيمة تباين هذه القيم هو الآن قيمة التباين تساوي سيجما سكوير وتساوي مجموع الفرق، يعني مجموع مربع الفرق بين كل مشاهدة ومتوسط الحسابي مقسم على نون، وتساوي 1 ناقص 9 تربيع زائد 5 ناقص 9 تربيع، طبعا الكل تربيع زائد داخل القوس، زائد داخل القوس 13 ناقص 9 الكل تربيع، زائد 17 ناقص 9 الكل تربيع، الكل مقسم على 4 وتساوي 160 على 4 وتساوي 40. أو بالصيغة السريعة، لو استخدمنا الصيغة السريعة التي ذكرناها قبل قليل، سيجما سكوير تساوي حاصل مجموع المربعات ان ناقص مربع المتوسط وتساوي 448 او 84 مقسم على 4 ناقص 81 وتساوي 40. فهي القيمة نفسها عند هذه الصيغة المطولة او الصيغة القصيرة. هذه يطلع عندي تباين متغير اكس هو الان هذه النتيجة له. نكمل. لو افترضنا ان القيم مسحوبة قبل شوي من عينة عشوائية اللي ذكرناها قبل قليل، فإن تباينها يكون كما الآن، تكون نفس الشيء لكن مقسمة على نون ناقص 1، بدل ما أن تكون مقسمة على 4 الآن مقسمة على 3، نون ناقص 1 حجم العينة 4 لكن مطروح منها 1 بصير عندي 3، بصير 1 ناقص 9 داخل القوس الكل تربيع، زائد 5 داخل القوس ناقص 9 الكل تربيع، زائد 13 ناقص 9 الكل داخل القوس تربيع، وأخيرا زائد 17 ناقص 9 الكل داخل القوس تربيع مقسم على 3 وتساوي 160 على 3 ويساوي 53 وثلث اللي هو متوسط، عفوا تباين الآن العين العشوائية. أو بالصيغة السريعة لو حسبناها وقسمنا على نون ناقص 1 أس تربيع، بيطلع عندي 484 على 3 ناقص 324 على 3 يساوي 53 وثلث، وهي النتيجة ذاتها. الآن الانحراف المعياري يعطينا التباين متوسط مجموع مربع انحرافات قيم المشاهدات عن وسط الحسابي، مجموع مربع انحراف قيم المشاهدات عن وسط الحسابي، ولأنه متوسط لمربعات فإنه لا يأخذ قيمة سالبة، فدائما وأبدا التباين بيكون أقل قيمة له صفر، ولا يمكن أن يكون إلا صفرا أو موجب، وأقل قيمة له هي الصفر، ولا يكون صفرا إلا إذا تشابهت المشاهدات بشكل تام. ويعد التباين مقياسا خاما للتشتت، It's a raw measure of dispersion. ومن أجل التخلص من المربعات نأخذ الجذر التربيعي له للحصول على ما يسمى الانحراف المعياري Standard Deviation، وهو مقياس التشتت الأكثر استخداما في العلوم المختلفة. ومن نتيجتي التباين الأعلى يكون انحراف المعيار لقيم المجتمع الإحصائي كما يلي. الآن لو أخذنا الجذر التربيعي لسيجما سكوير كما هو، أي الجذر التربيعي الأربعين اللي ذكرناها قبل قليل، فتساوي انحراف المعياري 6.3246، ولقيم العين العشوائية يساوي الجذر التربيعي 53.3 يساوي 7.3297. لاحظوا أنه الانحراف المعياري للعينة أعلى من انحراف المعيار المجتمع، لأن المجتمع الآن قسمه على نون لكن هنا نون ناقص 1، وبالتالي هنا الدقة، هنا الدقة أعطانا لكل مجتمع هنا أقل دقة في معظم الأحيان. شرح المعنى العملي للإنحراف، ما المقصود بالإنحراف المعياري؟ لنأخذ مثالا عمليا الآن، يعني يمكن أن يوصل الفكرة. شرح المعنى العمل، يقال بأن أحد الأمراء جهز جيشا قوامه 50,000 جندي كي يغير على جيش عدوه، فأرسل عيونه أي جواسيسه يعني كي يستكشفوا قوة الجيش الذي سيقاتله، فرجع إليه الجواسيس وهم يرتعدون خوفا من ضخامة الجيش الذي رصدوه، فأسقط في قلبه وقرر أن يعود أدراجه كي يجهز جيشا أكثر عدة وعددا. لكن أحد مستشاريه كان ذكيا متخصصا بشيء من الرياضيات والإحصاء، فقال الأمير يا سيدي لو سمحت لي أن أقدم مقترحا لك،
فقال الأمير: وما هو مقترحك؟ فقال المستشار: اطلب من الجواسيس أن يعودوا كي يستطلعوا أعمار جند العدو بواسطة عينات عشوائية. فطلب الأمير من جواسيسه أن يعودوا إلى مهمتهم ليرصدوا جيش العدو بواسطة عينات عشوائية. فرجعوا بعد 10 أيام ومعهم كثير من البيانات الرقمية عن أعمار جنود العدو. وبعد أن حللها المستشار وجد بأن متوسط أعمار جنود العدو كان 38 سنة، وبانحراف معياري مقداره 29 سنة. ففرح المستشار وشرح الحال للأمير الذي اقتنع برأي مستشاره الذكي وقرر أن يهاجم العدو، ففعل ذلك وانتصر. الخلاصة أن جيش العدو تشكل من مجموعات كبيرة من الأطفال وكبار الصغار. شو المقصود فيها؟ إذا كان المتوسط 38 وبالتالي فقط انحراف واحد معياري واحد مقداره 29 إلى يمين الوسط، يعني أنه دخلنا إحنا في خانة أكثر من 60 عاما الآن أعمار كثير من الناس منهم. وإذا أخذنا انحراف معياري واحد إلى اليسار بكون عندي أطفال كثيرين. ما يعني الآن لو ننظر إلى الرسم البيانية الآن، هذا التوزيع الوسطاني، هذا توزيع ذو تشتت منخفض. لاحظوا لي أنه معظم البيانات جاي حول الوسط الحسابي، في حين بأن التشتت هذا التوزيع هذا المتقطع هنا بيقول لي أنه توزيع في غلط بالطباعة، أعتذر عنها، توزيع ذو تشتت عالي. بمعنى آخر بأن كثير من المشاهدات أتت إلى يسار المتوسط وتباعدت عنه، وكثير من المفردات والمشاهدات أتت إلى يمين المتوسط وابتعدت عنه. وبالتالي هنا هذا التشتت، معظم المشاهدات لو كنا نتحدث احنا عن هذا الجيش بكون معظمه اعمارهم متشابهه، اما هذا الجيش بكون اعماره متشتته. ما يعني بانه يعني كانت استشاره المستشار في مكانها، وهذا معنى حقيقي ورائع للانحراف المعياري كمفهوم. الان المقطع القادم، طبعا شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن مقاييس التشتت، وتحديدا عن تباين المجموعات المتعددة pooled variance. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى لطفا من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.